بسم الله. دي المعجونة محلي، معجونة محلي محل مش مستوردة، لكن بصراحة محتاجة تعديل، محتاجة تعديل. يعني مش عاوزين نقول أسامي، لكن محتاجة تعديل وهي مفهومة. يعني قلنا نجرب الموضوع أهو، إن المعجونة يعني فتحناها خفيفة، نجيب شكل العلبة، مفيهاش عرق خالص، مفيهاش، خفيفة مية يعتبر. بص يعني يمكن هتاخد السكينة عايزة تقع، لو أنا لولا ما أنا عادي إيدي كده كانت وقعت. ميل كده صاحب السكينه دي، معلش وريه ما هي عامله ازاي. مخفوفه صاحبي، واخده اي تنارات، واخده اي حاجه ولا اي حاجه. هتنزلها تحت كده، بص بتقع ازاي. دول ما بلحقها. ما فكوه، ما عارفش فكوه ليه اصلا. دي حاجات خاصه بينا يا رجاله، اهوت محتاجة تعديل. يعني بصوا كده، دي معجونة، بصوا محلي، بصوا عاملة ازاي. لا بص عاملة ازاي، بص عاملة ازاي، بتترج ازاي، مايعة بالظبط، مايعة. هي كلمة مايعة. طب ده ايه ده بقى، بصوا ايه ده، انا ماسك ايه، ايه ده هو ده عدس، ده عدس هنا. دي معجونة مستوردة ماسكة نفسها شوية. طيب مش عارف يعني اقول ايه بصراحة، لكن جامدة. حتة معجونه بتتفرد وسهلة تتسحب على قد كده. يعني بصوا كده العلبتين جنب بعض، بصوا الاتنين بيترجوا. وبعدين في حاجة تانية، انا سؤال بس، قول. خلي اي حد من بتوع السمكرية يجي في كل العتبة، فياريت تعديل للمعجونة. بص عاملة ازاي، مية. ايه ده بقى، يعني بصوا دي جامده شويه ازاي، ماسكه نفسها. وفي معجونه من دي كمان اقوى من دي، وشديده عن دي كمان، ومميزاتها انها بتتمعجن على اي عربيه، وبالمساحه اللي انت عايزها. بتتمعجن على حديد، بتتمعجن على المونيا، بتتمعجن على مجلفن، انزل بيها على اي عربيه مفيش مشاكل. انما دي مش موصفة ان هي تنزل على المونيا ومعادن بمساحات كبيرة، فبأي شكل مشكل محتاجة تعديل بصراحة. مش واخدة تنر ولا اي حاجة، يعني الواحد حابب بصراحة يكون المنتج المحلي والعربي يكون حاجة افضل من كده. شوفوا بقى تتصرفوا بقى، يعني مش مشكلة بصراحة، وتحطوا لها اضافات ان هي تنزل على اغلب العربيات وتملى. يعني المعجونه دي بتملى. في ناس بتقعد تقول بتخس وبتهبط، دي من قشره بتمعجن خلاص. يا ريت يا جدعان، يعني الواحد بيتكلم بصراحه غيران على حاجتي تكون بالمستوى ده، وحاجه بره تكون مستوى عالي. ما تعمل من ده، ما كله غالي زي بعضه.